مرحبا، يعطيكم العافية. معكم وضاح جمعة. اليوم حنتعرف على أمر الريفولف. أمر الريفولف بنستخدمه بالأوتوكاد بالثري دي. حنرسم جسم وهلا حنعمل له يبرم 360 درجة حول أكس معين، بيتحول إلى فورم سيلندريك أو إلى شكل أسطواني. كيف ممكن نشتغل هذا الشيء؟ حنجي نرسم مثلا باللاين أو بالبولي لاين. باللاين مثلا طلبنا لاين، أخذنا نقطة بأي مكان، شغلنا الأورثو من هون ومشينا مثلا لنقول 100، بس كتبنا 100 انتر، رسم لي 100 لجوا، بده يطلع طلوع لفوق كمان 100، هناخده بشكل مبسط، هنروح الى اليمين 100، اوكي، وهناخده بهالشكل، نطلع 100 لفوق، اوكي، نرجع نفوت كمان 100، اوكي، ونرجع نسكره ب100 لفوق، نرجع نسكره بهالشكل، ونعمل نسكره من تحت، زايد نعمل له قص تريم. هيدا هو الشكل اللي بدنا اياه. نحن هيدا الشكل بدنا نتخيل انه برمناه 360 درجه حول اكس مرق هون بهالمكان، فبيتحول لفورم سيلندريك. حناخد لاين على بعد مسافه معينه، حنعمل اوفسيت. اوفسيت على مثلا نقول 150 كافيه. اذا هيدا الجسم، نتخيل هيدا السكسيون او هيدا السكشن بده يعمل يبرم 360 درجة حول هيدا الخط او هيدا اللاين. قبل خلينا ننتقل الى 3D موديلينج. اول شيء ناخذها ايزومتريك فيو. انتقلنا الى حالة الايزومتريك فيو، كنا عم نشوف اكس واي، هلا بين معنا الزد. بدي اغير الريبون اللي موجود هون، بجي على الجير على 3D موديلينج، 3D موديلينج، وبيجي لهون في شيء اسمه باوندري. ليش بدي استعمل امر الباوندري؟ ما بدي ابرم الخطوط فقط، بدي ابرم المنطقه الداخليه داخل الخطوط. فاذا انا ما عملت باوندري وعملت ريفولف، بكون برم الخطوط وما برم المنطقه الداخليه داخل الخطوط، فلذلك مضطر اعمل شيء اسمه باوندري. درو باوندري بيك بوينت، وبكبس انتر بعد ما اختار البيك بوينت، بكبس داخل المنطقه الداخليه، بقرب ايدي على الرسم. اذا كله تعلم معناها انا اشتغلت بشكل صحيح، عملت الباوندري، نفذت عمليه الباوندري بشكل صحيح. هلا حنعمل برمي 360 درجه حول هذا الاكس. بدنا نستخدم امر الريفولف. امر الريفولف موجود بهالمكان، نطلب ريفولف اللي سيلكت اوبجكت تو ريفولف. انا بدي هيدا الجسم، انتر، خلصت تعليم لانه بس قطعه واحده او جسم واحد. عم بيقول لي حدد الاكس اللي بده يعمل عليه ريفولف. حياخد اذا قلت له واي زد، اذا قلت له اكس واي، اذا قلت له اكس واي معناها بدها تقص السكينه بهالاتجاه، بس اذا قلت له زد اكس يعني زد اكس رايحه السكينه او المنشار بهالاتجاه، فاختار الزد اكس. عم بيقول لي حدد نقطه بالضبط وين الزد اكس بدها تمرق. اكيد بدها تمرق بالسنتر، اي مكان بالسنتر. طيب عم بيقول لي انه بتحب تحتفظ بالشقفتين بالقطعتين، بكبس انتر. فعليا هو قصهم وبس بعدهم على بعض. ممكن اعمل امر الموف. امر الموف بعد قطعه عن الثانيه، رجعت لورا. طيب خلصنا هون. ممكن غير، لو غير لون هالقطعه دبل كليك عليها غيرها لونها. طيب بما انه نحن عملنا كوب، ممكن يكون عندي تهشير بهيدا المكان. كيف ممكن اعمل هالشير او هاتش؟ بجي على اول شيء بدي اعرف المسطح اللي بدي اشتغل عليه. انا المسطح اللي عم بشتغل عليه هو اكس واي، هيدا فعليا الاكس واي. يعني اذا انا هلا رسمت سيركل، بيرسم السيركل وجهه بهالاتجاه بما يتناسب مع الاكس واي. بس اذا انا هلا بدي ارسم سيركل او بدي احط هاتش على هي الصفحه، فانا مضطر اغير اليو سي اس. كيف بدي اغير اليو سي اس؟ في عندي هون اوامر اليو سي اس. عندي ابسط شيء، عندي ثلاث نقاط. بيجي بطلب اليو سي اس، بطلب نقطه هون ونقطه طلوع. شوفوا ال عم بيقول لي حدد الاكس واي، نقطه طلوع. اذا انا عرفت المسطح الجديد اللي هو عندي اياه، اللي هو هيدا، هي المنطقه، هو المسطح اللي انا حرسم عليه. فتلقائيا اذا انا رسمت هلا بهي الحاله، اذا طلبت اي امر من الاوامر الرسم مثلا سيركل، اجى متناسب مع المسطح. انا هدفي هلا هون حط هالشير او حط هاتش او تهشير. بيجي على درو هاتش. اذا حدد المنطقه اللي بدي احط فيها الهشير. حتى حددنا المنطقه، ف
عمليا ظهر الهشير او الهاتش بس بكميه مكثفه، حقلل الاشياء اللي بيناتهم او الفاكتور او السكيل، حعملها 40 بدل واحد، صارت عندي بهالشكل. ممكن اعملها اكثر، ممكن غير الالوان اوكي بهالشكل مثلا، او لون غامق مثلا جرب اوكي. فاذا هي صارت عندي بهالشكل، ممكن بعد زيد الفاكتورز بيناتهم، اعملها مثلا 60، مش الحال اوكي. فاذا هلا انا بعمل كلوز، صارت عندي بهالشكل. ممكن انا احركها بالاوربتس من هون، بالاوربتس اتفرج عليها بهالشكل، موجودة عندي بهالشكل. طيب هيك بكون انا خلصت. شكرا لكم، يعطيكم العافية.